طمنا بقى على نجومنا، لان النهارده انا ثلاث اربع اخبار يعني مش عايز اقول. فحوصات طبيه لشيكابالا، وانا حابب ابدا بشيكابالا لان شيكابالا نجم كبير ومعشوق الجماهير الزملكاويه ومعشوق، يمكن وانا حتى على المستوى الشخصي حتى لما بنسافر بره مصر شيكابالا من الاصحاب الدم الخفيف والقلوب البيضاء والحب والانتماء لنادي الزمالك، وقائد سواء داخل المستطيل الاخضر او خارج المستطيل الاخضر. طمنا على شيكابالا وهاخد واحد واحد تطمنا عليه. والله كابتن خالد، هو شيكا كان بعد اخر ماتش كان موجود فيه حس نزلة باجهاد برد. بيجي اه كان في بدايه اجهاد عضلي واعراض رشح، اعراض برد عاديه. خدنا حوالي 24 ساعة 48 ساعة راحة، وكان عندنا احنا اوريدي يوم تقريبا بس يعني حس بهمدان، عارف. خدنا خط الكوفيد شوية، عملت له تحليل كوفيد طلع نيجاتيف، عملت له تحاليل عامة طلع فيه شوية يعني شوية التهابات شوية حاجات بسيطة يعني. بس هو زي ما حضرتك عارف، انا ما يعني مش معنى ان تحليل كوفيد نيجاتيف يبقى انا صح. هجو في الناحيه ان هو سلبي. هو تعبان لسه، في ارهاق، الم عضلي والم مجهد يعني، في ارهاق مع شويه اعراض للرشح وبرد. ف يعني هو دلوقتي لسه كنت انا وهو بنتكلم، هو النهارده احسن بكتير والدنيا احسن بكتير. كل الفكره بس ان كانت تحاليله شويه تحليل العاديه العامه. طبعا انا يعني انا يعني في كلام اتنقل طبعا عن طريق ناس لقناه الزمالك، الكلام ده كله غلط تماما، واتقال النهارده الكلام ده مش مظبوط بالمره خالص. خالص يعني. يعني لا يعني يعني صعب قوي بصراحه الكلام ده. وانا عارف احنا الفتره دي كم تحس من ماده خام الاشاعات كده غير الكل. طبيعية يا دكتور محمد، كم من الاشاعات غير طبيعية. طبعا يعني استغل المداخله دي ان انا احنا يعني ان احنا نقول ان احنا زي ما وعدنا انتشار مرتضى ان شاء الله ان احنا هنعدي ده طبعا وهنعمل نتائج كويسه وكلنا ايد واحده وان شاء الله ربنا ييسرها ونعدي المرحله دي. بس طبعا الماتش اللي فات فوجئ عبد الغني بجهزه، اصل عبد الغني عنده اصابه الماتش اللي قبله صح يعني كل واحد طبعا كل واحد في حتته، انا بتكلم فيما يخصني. صح فده مش مظبوط، احنا عم نعمل فعلا مجهود جامد جدا احنا انا وجهازي في الحته اللي تخصنا، ومعانا الجهاز الاداري واداره الكوره مع مستر امين مرتضى وكابتن اسماعيل يوسف، فعلا بنعمل مجهود عالي جدا بس عشان خاطر نبقى في التراك بتاع ان احنا نشتغل شغلنا الطبيعي يعني. صح فالفتره صعبه جدا، وانا مش عارف ليه يعني انا النهارده الكلام ده ضايقني انا حتى شخصيا اللي اتقال يعني. احنا في الاخر لو في حاجه بنقولها، لو في اصابه بنقولها، لكن الاشاعه نفسها وتطلع وحاجه وحاجه بص، انا اورام. اتعودت ان قبل كل مباراه مهمه للزمالك، يعني قبل مثلا الماتش اللي فات زي هنتكلم ما انت فيها بعد ما بتقول نخلص، لان دي انا حاططها محمد عبد ورق. الغني، قبل الماتش ام بي شيكابالا، قبل ماتش بلوزداد انا بقول لك هو مسبقا، هتلاقي برضه انا حاجه عندي ثالثه. الاشاعات بتاعت بلوزداد. فكم كبير جدا من الاشاعات، كان مهم ان انت تدخل معانا توضح الحقيقه.